السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور غاتوتي يا توس. الو، في هذا الفيديو غادي ندوي لكم على الدروس اللي غادي تحطوا لكم في الجهوي. انا عارفة انه كاينين بزاف منكم اللي ديجا شافوا الاطار المرجعي لمادة الرياضيات الخاصة بالناس ديال اولى بكالوريا اداب، شعبة اداب وعلوم انسانية، ديجا ذكرتها. ما عليناش، فالناس اللي ما عارفين شنو اللي غادي يتحط ليهم، والناس اللي باقي عندهم شك شنو اللي غيتحط، شنو اللي ما غاديش يتحط، واش غتكون هادي واش ما غتكونش هادي، وكذلك شنو اللي خاصنا نركز عليه بزاف، شنو اللي غادي نعطيه اهميه. فهاد الفيديو غادي نجاوبوا على هاد الاسئله هادو ان شاء الرحمن. دونك اول حاجه غادي نشوفوا المجال الفرعي الاول اللي خاص بالجبر. عندنا الدينومبرومون اللي هو التعداد. الدينومبرومون التعداد درنا فيديو عليه، درنا ديزيكزيرسيس عليه، ان شاء الله باقي غادي نديرو بزاف ديال الحوايج عليه. التعداد شنو خاصني نعرف؟ اول حاجه قال لي شجره الاحتمالات في حالات تعداديه. دونك خصني انايا نعرف كيفاش نحدد لاغبر دو بروبابيليتي، يعني شجره الاحتمالات. هادشي درتو معكم في الدرس. نعطيك انا واحد الوضعيه، وانطلاقا من ديك الوضعيه انت خاصك تحدد ليا لي بروبابيليتي بوسيبل، لي بوسيبيليتي لي بوسيبيليتي اللي كاينين في ديك الوضعيه اللي انا عطيتك. داكوغ. كذلك التيراج، التعداد، السحب، فهمنا تطبيق التعداد في حل مسائل. حل مسائل هنا يقصد لك التيراج، يعني السحب. شحال من تيراج، شحال من تيب ديال التيراج شفنا؟ شفنا تخوا تيب دو التيراج، ثلاث انواع ديال السحب. كاين سحب ثانيا، سيمولتاني، سيمولتانيمون، سكسيسيفمون ولا سكسيسيف افيك روميز، بالتتابع وباحلال، سكسيسيف سون روميز، بالتتابع وبدون احلال. ثم الحساب العددي. بالنسبه للحساب العددي خاص شنو خاصني نعرف في هذا الشيء؟ خاصني نعرف كيفاش نحل المعادله من الدرجه الاولى ومعادله من الدرجه الثانيه، ايكواسيون ديال بروميير دوغري ودوزيام دوغري. خاصني نعرف كيفاش نحل متراجعه من الدرجه الاولى ومن الدرجه الثانيه، ايكواسيون دو بروميير دوغري و دوزيام دوغري. داكوغ. مزيان. النظامات، لي سيستيم. كاين اللي كيجي كيقول لي السيستيم كيفاش غنحلها، واش بهذه الطريقه هذه ولا بهذه الطريقه ولا بهذه الطريقه، لانه حطيت لكم فيديو دي فيديو اللي كنشرح لهم، شرحت فيهم الطرق المختلفه لحل نظمه. انت مادام هو ما جاش قال لك حل لي بهذه الطريقه هذه، فانت كتكون ليبغ انه تحل ديك النظمه بالطريقه اللي بغيتي نتايا. داكوغ. فوالا مزيانه. ثم الحاجه اللي الاخرى اللي خاصكم تردوا ليها البال شنو هي؟ هي التناسبيه. شنو هي التناسبيه والنسبه المئويه؟ فاحتمال انه هو غادي يعطيك طابلو ديال بروبورسيوناليتي، يعني ديال التناسبيه، وانت غادي تكملو، اولا غادي يعطيك واحد المساله وهاد البروبليماتيك هادي غادي تكون على التناسبيه، يعني مثلا تخفيض ديال شي حاجه، او لان مثلا واحد البائع زاد في واحد البري، يعني في الثمن ديال واحد الحاجه. دونك انت خاصك تعرف الثمن من بعد التخفيض اولا قبل التخفيض ولا بعد الزياده ولا فوالا بعد الزياده فوالا ولا بعد التخفيض ولا قبل فوالا. ثم البروبليماتيك الاخرى اللي غتعطى لكم، هاد البروبليماتيك ولا المساله غتعطى لكم تحلوها يا بواسطه نظمه اولا بمعادله، يعني انت خاصك تعرف كيفاش غتحلها على حسب المساله اللي غادي يعطيكم هما. داكوغ. مزيان. دونك هادشي اللي عندكم في الكالكول نيميريك اللي هو الحساب العددي. ندوزو للتحليل. التحليل عندكم لي سويت نيميريك لي سويت جيومتريك، المتتاليات الهندسيه والحسابيه. هاد الدرس هذا درت عليه فيديو، وداك لا فيديو لخص فيها كاع العلاقات الممكنه، كاع العلاقات اللي عندكم في الدرس. كنظن ديك لا فيديو فيها 11 دقيقه جو بونس، وكاين ناس سولوني على التتمه، راه ما كايناش تتمه لديك لا فيديو، لانه كاع الحوايج ولا كاع دوك العلاقات راه حطيتهم لكم تما. كيفاش تحسبوا لا غيزون، يعني الغيزون ديال شي متتاليه، يعني كيفاش تحددوا، كيفاش تحدد الاساس، كيفاش تحدد البرومي تيرم، الحد الاول، كيفاش تحدد تعبير ديال لا سويت، تخرج تعبير ديال لا سويت، كيفاش انك نتايا تحسب المجموع على الصم. هادشي كامل عطيتو لكم في ديك لا فيديو ان شاء الله، ومازال غادي نديرو دي زيكزيرسيس. ثم اخر حاجه هما النهايات. النهايات هما لي ليميت اللي باقي ما درت فيديو على الدرس، ان شاء الله قريب نوصيه. فبالنسبه للنهايات فانت عندك جوج ديال 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 الانواع، كاين الحدوديات وكاينين الدوال الجذريه، لي بولينوم و لي فونكسيون اللي هما راسيونيل. يعني شنو هما الحدوديات وشنو هما الدوال الجذريه، هادشي غنشوفوه في الدرس ديال لي ليميت ان شاء الله. دونك غير خاصك تعرف كيفاش تحدد تحسب النهايه،
في الانفيني، يا بلوس الانفيني يا مو الانفيني او لا اكس زيرو. اش كنعني باكس زيرو؟ اكس زيرو يعني واحد العدد، يقدر يقول لك اكس يؤول الى بلوس لانفيني ولا مو لانفيني، اكس تنفيغا بلوس لانفيني وبيان اكس تنفيغا مو لانفيني، وبيان اكس تنفيغا واحد لو نومبر، واحد العدد، مثلا اكس تنفيغا ا ا 2 ا موان 1 ا موان 5 اتسيتيرا. دونك هادشي مازال غادي نشوفوه ان شاء الله في الدرس ديال النهايات. انايا انا كمثلا انا كتلميذه ولا كتلميذ، فانا يا بغيت نبريباري دابا الجهاوي، دخلت لفت الماط ما عرفتش شنو غادي نخدم فيه، شنو اللي خاصني نركز عليه مزيان. اوكي، الجواب كاين في هاد الجدول ديال التخصيص، غادي نلاحظ فيه مزيان وغادي ندقق فيه مزيان وغادي نشوف اكبر نسبه شكون خداها. دونك 30% 30% خداوها لي سويت، سيتادير ان لي سويت غتمشي نهار الامتحان وغتلقى ان لي سويت هما اللي تحطوا عليهم اكبر عدد من النقاط بارابور لي زوتر زيكزيرسيس. دونك المتتاليات الهندسيه والحسابيه هما اللي غتحط عليهم اكبر عدد ديال النقاط، مي ما تحقروش الاخرين، راه التعداد اللي هو الدينومبرمون راه هو 20%. اذا الدينومبرمون لي سويت التعداد والمتتاليات غنعطيهم اكبر وقت ممكن من الوقت ديالي اللي خاص كنخصو المراجعه والبريباراسيون ريجيونال. داكوغ فوالا. ثم المعادلات والمترجحات والنظمات يعني في الكالكول نيميريك حتى هو خاصكم تضبطوه، حتى هو غادي تحط عليه نسبه كبيره. دونك الكالكول نيميريك دانو بغمون لي سويت ردوا لهم البال، راه ركزوا عليهم مزيان. لي ليميت عنده فيهم فقط 10%، لان باين السؤال اللي غادي تحط لكم في لي ليميت غير انكم تحسبوا فقط تضبطوا القواعد. شوفوا راه هادشي ساهل، تري تري فاسيل، الدروس قلال. اللي كيسولني على الدوال لي فونكسيون جينيراليتي سور لي فونكسيون ما كاينش في الفرد، ما كاينش في الريجيونال، داكوغ، لان ما تذكرش هنايا. نعطيك داله ودير ليها ليتود الدراسه، تحدد ليها دي دو اف جدول باردون مجموعه التعريف دومين دو ديفينيسيون، تعطيني لو تو دو فارياسيون تابلو دو فارياسيون لي اكستريموم. هادشي ما كاينش، هادشي كامل ما غاديش يكون، يعني داكشي اللي غيكون راه قلناه لكم هنايا. الوغ اسيي دو انكم دو ريفيزي بيان هاد لي لوسون هادو وتخصصوا ليهم الوقت ديالهم، راه الماط راه ساهل بزاف، عطيوه غير الدماغ ديالكم، عطيوه الوقت ديالكم، حفظوا القواعد، خدموا تمارين. دونك دائما كنقولوا ان القلب ديال الماط باش تشدوا وتضبطوا هما لي زيكزيرسيس ثم لي زيكزيرسيس ثم لي زيكزيرسيس. كنتمنوا لكم التوفيق ان شاء الله، ونتلاقاو مع فيديوهات وحنا الاخرين الماجي ان شاء الله. ميرسي دو فوتغ اتونسيون، على بروشين فيديو ان شاء الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.